صباح الخير. كما قاعدين تشوفوا مانيش قدام احد نزور بالعاصمه، مانيش قدام احد القاعات بالعاصمه، اما قدام السجن المدني بمنوبه. اليوم جيت باش نغطي البروجيكسيون دي فيلم اللي موجودين هوني، اللي هي مبادره ياسر باهيه وفرحانين بها السجناء اللي هوني، وفرحانين بها الهيئه المديره لايام قرطاج السينمائيه. جينا باش نشوفوا كيفاش تم التنسيق بالمبادره هذه، جينا باش نحكيوا مع السجناء فرحانين بالفيلم والا لا. نجله ماهيش معايا اليوم على خاطر هي كانت غطات لكم لي بروجيكسيون اللي صاروا في كلية الاداب بمنوبه. تابعوني وندخلوا نتفرجوا. نحب نذكر اللي الفيلم اليوم هو نحبك هادي. كيما قاعدين نشوفوا اجواء الجي سي سي حتى من الافيش موجوده. تابعوني ونشوفوا شنو فما. اجواء الجي سي سي كلها موجوده كيما قاعدين تشوفوا، التابي روج ولي مارش. معنا مدام جميلة سميدة مديرة السجن المدني بمنوبة. عسلامة مدام، مرحبا. مرحبا بكم، مرحبا بجميع الضيوف. يعيشك مدام. ساعة نحب نشكركم على المبادرة هذية، ونحبك تحكينا. نعرفوا اللي هي مبادرة من عام ناول، كيفاش تم التنسيق معناتها بين السجون والإصلاح ووزارة الثقافة وإدارة المهرجان، وكيفاش جات الفكرة هذه؟ احنا توا عنا اتفاقيات مع وزارة الثقافة ومع برشا وزارات أخرى، لكن قبل الاتفاقيات احنا يعني نسقنا وصارت برشا تظاهرات بالشراكة مع الوزارات هذه، الثقافة، الشباب، أبوابنا مفتوحة من قبل، راهو مش من الجي سي سي، معناتها مش من عام ناول. جوستومون، شنو الأنشطة الثقافية أخرى اللي عندكم خارج أيام قرطاج السينمائية في السجون؟ عندنا عروض مسرحية غنائية، عندنا الرسم، عندنا الخط العربي، عندنا الرياضة، عندنا برشا أنشطة اللي هي تتمثل متنفس للسجينات، تحضيرهن باش يخرجوا للمجتمع، محاولة منا للإصلاح، خاطر النسق نتاع العمل اللي عندنا نحن صار من اوكد الاشياء ان نبدلوه، لانه الامن وحده ماهوش باش ينجم يصلح السجينه. قبل أن نعمل المونتي دي مارش وندخلوا نتفرجوا في الفيلم، نحب نعطيكم الملخص نتاع الفيلم. فيلم نحبك هادي اللي هو فيلم تونسي للمخرج محمد بن عطيه، كان لقى نجاح كبير برشا الفيلم هذا وخذي بري في مهرجان برلين اللي هو ورانا توا. المخرج محمد بن عطيه، نحب نحكي لكم على الفيلم. الفيلم يحكي على هادي شاب روبيل لي موبيلي، خلى امه المتسلطه تحضر له في عرسه من خديجه. قبل بنهارين من عرسه يتعرف على شابة في كلوب نتاع عطلة، شابة هذه اسمها ريم، يعجب بها وبحريتها ونظرتها كيفاه كومو إل فوا لي شوز. قصة حب كبيرة تسنى فيكم. ما نطولش عليكم، ندخلوا قبل الفيلم نحكيو مع المخرج محمد بن عطية واش يعمل هوني. عسلامة محمد، سافا؟ الحمد لله، تورو هكا قاعدين ديريكت. عسلامة صباح. صباح باش نسألك، المبادرة هذيا سمعت اللي كل مرة وين فما فيلم في سجن ولا يهزوا معاهم نجوم ولا ديسينياس ديسينيفيل، أنت معناتها احكي لي، جيت هوني باش تقسمهم فرحتهم باش تحضر الديبا؟ نشوفوا اللي السينما خاصة اللي برزت اكثر في هالسنين هذه هي اللي بعثت برشا امل في العباد العاديين. نذكر في فيلم نحبك هادي، بعد ما مشينا لالمانيا وبعد النجاح اللي لقاه ولي بري، عباد حتى معناها عباد عندهم قيمتهم قولوا يعطيكم الصحه اللي نسيتونا في فشل كبير حتى في السياسيين وهذا. دونك يعطيك الصحة، يعطيك الصحة مدام صباح، يعطيك الصحة سي محمد. نخليكم توا تحضروا على الفيلم وبعد نحضروا على الديبا. محمد تبارك الله، إقبال ياسر كبير، إيش قولك؟ وهي القبيل ما كنتش تصوره هكا، معناتها انا تابيروج وكريتي مغرفه، معناتها انا وصباح بزويته اللي مثلت في الفيلم، حتى كي تكلمنا قلنا بون معناتها نتقابلوا تليفونات، خاطر بالطبيعه خاطر نحن تو في حبس نساء مسكرين، ما كنتش متوقع بالكل باش نلقى اوتون دو كاميرا دو تلفز. شو نقول لك الحقيقه، حاجه
تقلقني شوي خاطر سجون وليت حاجة يزمنا وقتها الفيلم مش يتعدى في نحبك هادي في السجون يزمنا وقتها نحكي عليه. كان جات كلها مطابقة مع بعضها وصارت الخدمة من الأول وجاو وقتها نقول لك، أما كان باش نركبوا على الحدث اللي هو كزعمة خاطر فما سجون أبخيتو أنا حاجة بيسوغ تفرحني برشا وسوغتو أفوغ لو ديبا من بعد مع جماعة هذوما باش نحكيوا معاها الفيلم. ما أنا قبل كل شيء سي أن بوبليك، أنا عندي أنا بو موا سي أن بوبليك. دونك انتوما مش انتي نحكي الصحافه ولي جورناليست وهالكوفرتور ميدياتيك اللي ما صارتش قبل توا تصير بصفه كبيره، معناتها الساله ما نعرفش يمكن ابين ترفع 70 بون غوزمون خرجنا منهم كلكوزان، اما حتى البلاصه سامحوني في الكلمه ما تاخذوش في البلاصه خدتوما هاكم معايا توا لبرا، مي الاولويه للجماعه اللي في, في, في الحبس، معناتها انا قالوا لي حبس نساء دونك جو ماتوندي باش نلقى انا وصباح ايفونتويلمون واحد من جماعه تي جي سي سي اللي لورغانيز وكاو وبس. راكم قاعدين تقولوا اش تعمل هوني، اي بعد السجن المدني بمندوبة جينا المؤسسة التلفزة التونسية يستنيو فينا على الكوارت باش يقتلونا، تابعوني نعملوا طلع على البوست برود نستنيو نجلة انتخطان نتقابلوا غاديك في شرح ببرقي باتر. سامحني شبيك تتسوم من نجلة ما في بالك وين كنت معناتها من الصباح؟ هي ما سامحني توا جاية أنا خفت مش على حاجة قلت شدوكش في الحبس. تفرج في الحلقة تتعرف وين مشيت بعد السجن المدني وكهو معناتها ديك الخدمة توا جيت باش نكمل. بيبي نقسم الحس توا. عسلامة عسلامة. بوني كنت في الحبس باش نقول لكم من بعد شنو عملت نهار كامل. أنا توا باش نمشي للكوليزي وين مشي تعرض فيلم مملكة النمل، الفيلم هذايا المخرج كردي اسمه عدنان عثمان. وانتي منين شنو باش تعمل اخر اليوم؟ انا باش نزيد نغزلك على خاطر الفيلم اللي عندي اليوم في الكومبيتيسيون اوفيسيل مازال بكري يبدا 6 دونك من هوني لل 6 عندي برشا حاجات باش نعملهم، باش نمشي نسنس في احد النزل بالعاصمه، نجم نمشي نرتاح نعمل قهوه ونزيد نغزل نجوى شويه. حاب نقول لك حاجه في بالك اللي البارح واحد جاني وشدك بروف لابوي وراني وقت اللي انت تقولي قاعده نخدم هو السيد جبد لي تصويره اللي انت قاعده تصوره انت واخته. تفرج في حلقة اليوم تشوف حتى لي سيلفي اللي نعملوا فيهم في شارع حبيب بورقيبة يتعداو في التلفزة، معناتها حتى كي نتصور راني نخدم نجلة ما نطولش عليكم، عندي بعد زادة دي كور ميتراج باش نصوروهم وعندهم برشا مفاجآت وأحداث. أنا باش نمشي على روحي وأنت برا نمشي نشرب قهوة نزيد باتي أنت. وصلنا توا للكوليزي وين باش تعرض فيلم مملكة النمل، الفيلم هذايا المخرج نتاعو كردي عراقي اسمه عدنان عثمان، الفيلم يحكي على قصة طفلة اختطفوها نظام داعش وتعرضت للاغتصاب من قبل واحد ومجموعة من الإرهابيين، الطفلة هذايا منحها مهرب من بعد تلقى روحها أونسانت، جاب الطفلة سميتها نرجس باش تحكي وعلى حكاية نرجس هذه كيفاش نجمت تعيش سورتو اللي هي بوها ارهابي و فوالا فوالا قصه حزينه برشا. هيا نشوف. عسلامة عسلامة. قولي شنو الفيلم باش تفرج عليه توا؟ مناش اسمه اما فيلم عراقي جيت باش نشوفه، درت على السينمايات الكل طلعوا كومبلي جيت هنا باش نشوف تكتشف معناتها. ميرسي. عندك شي فكره على الفيلم هذا؟ قالوا لنا عراقي ما نعرفش. عندك فكرة على القصة؟ شريت لعبيه وكها. قال لي ما تبلبزيش صافي يحبهم مثلين سنين. سلام مسيو. سلام. باش تدخل تفرج على الفيلم هذا عندكش علي فكرة؟ لا ما عنديش أي فكرة. راح تكتشف. بالضبط.
ندخلوا توا قاعة الكوليزي نعملوا تنسيسة شوفوها معبية وإلى ليجو. ولا بأحد نزول بالعاصمة نبتبت ونسقسي شنو فما شنو ما فماش، جيني سكوب هوني اللي هو حاجة ياسر هيلة، بعثوني لقصر المؤتمرات قالوا لي فما جوائز ولا منعرف شنو، أنا بدي منعرفش تابعوني نفهم شنو فما. أنا فرحانة برشا على خاطر فما برشا توينس أخذوا جوائز، فما أنيسة داود أخذت جائزة أحسن ممثلة، فما الفيلم التونسي أنيسة داود أخذت أحسن ممثلة على فيلم إن شاء الله غدوة الحي، فما الفيلم التونسي زيد إن شاء الله غدوة خير لعلاء الدين سليم، وفما الفيلم المغربي زيد اللي كنا غطيناه وكان الإعجاب برشا عباد اللي هو ديفين، وفما برشا جوائز أخرين خليكم تشوفوهم. فما الفيلم المصري زيد كلاش اللي كسر الدنيا خذ جائزة، فما الأستاذ طارق عبد العزيز هذايا الجائزة اللي قاعدين تشوفوا فيها. مبروك الجائزة أستاذ طارق. زيك الله يبارك فيك. اسمع اشتباك بدا يهز في الجوائز، نتمنى ولو زيد يهز تانيت ولا يهز جائزة أخرى، احكي لي على الجائزة هذه سي طارق. هو يهز دي مش فاهمها، بس يهز يعني يفوز ينال سامحيني يعني ليه عاد انت وليد تونسي؟ لا هو 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 فعلا السؤال تاني عشان يهز دي ما فهمتهاش. ايه الجائزه دي؟ يلا نحكي نتكلم مصري. جائزه اخراج، ايوه نتكلم مصري سامحيني. دي جائزه الاخراج عن فيلم اشتباك. اوكي. من عند شكون جائزة الإخراج؟ من شكون أعطاها الجائزة هذه؟ دي اتحاد النقاد الأفريقيين. فأنيسة مبروك. عايشك. شنو بديتوا تهزوا في الجوائز من توا؟ تبارك الله. نعرفش. إن شاء الله. أنتوكا أول جائزة كانت ردود فعل الجمهور في القاعات اللي كان حلو برشا، وفلا دوك أنا فخورة بالجائزة هذية وبشكون أعطاها لي زادة بوجود فاطمة بن سعيدين في اللجنة، بأني أول جائزة زادة تتعطى. شكون عطاها لك الجائزه هذه انيسه؟ انا عطاتها لي بنت سي شمامه الشكلي، اللي هي بنت اول ممثله تونسيه وعربيه واللي الجائزه تحمل اسمها. فوالا ديو متفرجين توا يخرجوا من مملكه النمل، اجا نسالهم شنو رايهم في الفيلم. فيلم قريب يوفى، خلينا نتفرجوا في اللقطات الاخرانيه بالسرقه. باش نقول لكم الفيلم هذايا راه مش مملكة النمل متاع شوقي الميجري، رد بالكم تغلطوا، هذايا المخرج متاعو عراقي، عدنين عظمين. اختفنا احدى المتفرجات اللي خارجة توا من فيلم مملكة النمل، كنت تقولي شنو رايك فيه؟ سي دو نامبورت كوا، السوجي والقضايا الاجتماعية السياسية، أما الفيلم حتى شيء، اللغة زادا يحكي بالكردي، فيلم صامت حاصل. ما فهمتوهش معناتها؟ مصلص ديجا قريب يوفا راه فهمنا حتى هذيك اش خرج عاصمة. وكان تقول لي خويا شنو رايك في الفيلم؟ برجلي يسرح له. عجبك؟ لو على عطيه صح على الاخر. شنو رايك في الفيلم؟ بون سافا يعني مش طايره برشا. شنو اللي ما عجبكش فيه بالضبط؟ ياسر هكا ما فيش احداث متسرعه برشا، صحيح قصيره ما فيش تحسوا الريتم نتاعو رزين. عاصمة قولي مملكة النمل مملكة بالحق ولا؟ هي حلوة، هي بالحقيقة تحكي على حرب العراق ومشاكل العراق، عجبني مليح الفيلم، لكن الخايبك اللغة مش مفهومة اكزاكتومون، أما كل سيكونس في ساعة يقص ويدخل في سيكونس أخرى مش مبني لسيكونس. اللغة مش مفهومة بالكل، حقهم دبلجوهونا بالعربي، نفهموه بالكدا، هي قصة باهية، أما اللغة. والله هو بو فيلم.
حلو برشا الفيلم اللي تريت ان سوجي تري امبورطون بون اني متسطحي شويه لما حاله اما وصل المساج المرأة العراقية كيفاش معناتها يعانوها يخطفوها وفي الأخير تتحمل هي ثمرة المشاكل والكل وزيد على هذا معناتها الفيلم يطرح معناتها بعد آخر بعد أنه القبائل التو تؤمن بالشرف وتؤمن اللي شرف المرأة هو في عفتها البكارة وفي مع أنه معناتها أني دي باسي بار معناتها الفكرة هذية وزيد على هذا معناتها الفيلم إلا توشي معناتها سورتو الأماكن القروية معناتها البيزان معناتها سي لا ويتفشى بيان سور عجبني برشا وديما المرأة متألقة معناها في الفيلم هذا فريمون عديت ميساج حلو برشا ما حلاها المرأة عايشة عسلامة عجبهم عسلامة مرحبا بي أهلا بك الأخ منين من العراق جاي باش تفرج الفيلم العراق شنو رأيك فيه فيلم حلو يعني يتكلم عن قضية مهمة جدا اللي هي النساء اللي يكونون ضحية إرهاب داعش يعني في مكانات في العالم العربي يعني متزمتة بهذا الموضوع يلزم يلقوا حلول إلها لهذا الموضوع يعني أنه كثير من النساء كانوا ضحايا لإرهاب داعش Extraordinairement bien réussi, très très bien filmé. شفنا دو تري بو بيزاج في الكردستان معناتها ويطرح فيه لما موضوع ما احنا الحمد لله ما عندناش برشا في هذا اما موجود في العالم العربي وفي العالم الاسلامي حكايه الشرف نتاع البنت والبنت اللي تحمل الاور دو مارياج دونك يطرح الشرف ويحبوا يقتلوها وشفنا كيفاش العلاقه زاده بين داعش اللي يهجم على الناس هذوما في قرى نائيه قرى بعيده معناتها في جبال ويقتلوا الناس الكل في العائلة ويخطفوا البنت باش يستمتعوا بها معناتها فيلم حلو ياسر أعتقد من منظاري أنا كمتفرج وشفت عديد الأفلام من الأفلام المرشحة لطانيت مدليل عسلامة ليه نتكلموا بعد نتصوروا شنو نتصور أي شنو رأيك في الفيلم به على الأخ عجبك شنو اللي عجبك فيه بالذات الحكايه نتاعو باهيه معناها تحسوا معناها يحكي على حاجه صايره فهمت وباهي معناها موضوع باهي باهي يلا فهمي يلا حاضر بون توا باش نحاولوا نخرجوا من الخوضه هذيا خاطر باش نرجعوا من بعد باش نشوفوا فيلم مزرعه الابقار فيلم سوري نمشيو توا كي العاده نعملوا تنسني ستنا نشوفوا نجموش نطروا لكم احويجة جديده سكوب يلا وصلنا توا للكوليزي باش نخدموا فيلم موني خاطر لالا موني والمخرجة مروة والإكيب الكل مشاو للبالي دي كونغري باش يصوروا التكريمات وفما برشا جوائز باش تعطى توا في البالي دي كونغري دونك احنا جينا للكوليزي باش نصوروا لكم وناخذ لكم بلوتو لونتخي نتاع فيلم من السنغال الفيلم هذايا اسمه The Revolution Won't Be Televised الفيلم هذا يحكي حكاية ثلاثة شبان موسيقيين يزون أسيتي لبابل باش يخرج ويثور باش يحمي الديمقراطية متاعو ضد رئيس يحب يشد مدى الحياة شنو باش يكون مصير ثورة يقودوها ثلاثة موسيقيين الشيء هذا باش نكتشفوه من بعد كيف ناخذ الصورتي متاع الفيلم يلا تابعوني عسلامة أخويا عسلامة انت توا باش تدخل تفرج على الفيلم السنغالي اسكو عندك عليه فكرة؟ لا ما عنديش عليه فكرة ابارامون الفيلم هذا يحكي زادة على الثورة جو بونس وي خاطر قليت انا شوية على سينوبسي مي تلمون شفت برشا افلام نسيت شوية معناتها متشوق باش تشوف علاش دخلت باش تشوف ان فيلم سنغالي بالذات؟ والله على خاطر أول حاجة تابع الكومبيتيسيون لون ميتراج وحبيت نشوف الأغلبية تاع الكومبيتيسيون باش نشوف اسكو فما عدل في الجوائز ولا لازم نحكي بالتونسي ولا نجم نحكي بالفرنسي على خاطر انا فرنساويه
فرنساوية متبارك الله عليك تحكي بالتونسي خير مني. Vous pouvez parler en français, madame. Ok. Alors, vous pouvez refaire la question aussi en français. Alors, d'accord. Vous avez choisi ce film spécialement parce qu'il est sénégalais ou pour découvrir l'histoire puisque ça parle de révolution? À la fois parce qu'il est sénégalais et que je veux voir autre chose que des films maghrébins et aussi parce que l'histoire m'a intéressée. Aslema. Aslema. شحويل لبيس الحمد لله محليك سوريان عايشك ميرسي alors قل لي علاش اخترت الفيلم هذايا والله خاطر سي ان فيلم سوريان دونك قلت خانجي نتفرجوا فيه اون فامي الكل انا وهذا الفيلم بقر ليل 21 من بعد نتاع 9 هذه خدمه موني دونك خليوه لها تخدم باش تخدمها صاحبتي طن بعد هي جات تسال به والله هي كي تفهمنا الكل نقول لها فما وحده لابسه ريحانه في رقبتها ولابسه بلاكح الكل باش تجي تسالك به اوكي Parce que j'ai commencé à me révolter à l'âge, à bas âge, à très bas âge même. Donc ce qui m'a motivé, c'était au moins top de qui se peine, injustice sociale, pour remonter les politiques, nous voulons une tech, c'est comme population. Alors donc, l'homme m'a motivé, l'homme mon ex, mon source de motivation, pour me dire maintenant, lui qui m'a dit, ok, donc on m'a dit, il y a des échelles, moi. قبل ما نبدا نقول لكم انا وين وعلى شنو باش نحكي نحب نشكر برشا برشا زميلتي نجله اللي مشيت تغطي في الفيلم نتاع السته في بلاستي على خاطر انا مشيت باش نغطي الجوائز المميزه في البالي دي كونغري ميرسي نجله وتوا نحب نقول لكم لي انا قدام قاعه المونديال فما مجموعه من لي كور ميتراج مقدمتها الاف تي سي ا الاف تي سي ا اللي هي الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات لي كور ميتراج هذوما اور كومبيتيسيون نحبوا نشوفوا الاقبال على لي كور ميتراج هذوما ونحبوا نشوفوا الحرفيه نتاع السينمائيين الهوات نتاعنا تابعوني عسلامة على شنو جيت تتفرج انت تاو ديت اند من الصين شنو هذا عندك علي فكره والله ما عنديش فكره نزلت في جوجل نلقاه ما يخونوا تبيه قلت خلينا ندخل C'est un court-métrage, long-métrage, non ? Mais les films, films, quand même. Film, film, long-métrage, moi. Je sais qu'il s'agit de films de cinéastes amateurs, et c'est ça qui m'a guidé, parce que j'ai participé une fois à l'adaptation française d'un film sur l'histoire du cinéma amateur, signé par Habib Mestiri, et qui s'appelle Images saccadées. Depuis, je m'intéresse beaucoup au cinéma amateur. كيف ما تشوفوا دخلنا للقاعة باش نشوفوا شوفوا القاعة معبية ولا واو والله معبية
عسلامة. عسلامة. كنت تقول لي شنو رايك في الفيلم اللي كنت تتفرج عليه؟ مويان. شنو اللي ما عجبكش فيه؟ ممل شوية. معناتها الريتم نتاعو لون وكل، وشنو هي الحاجة اللي عجبتك؟ يحكي على الثورة. كيما قاعدين نشوفوا الناس بدات تخرج. الناس بدات تخرج، مانيش نكذب راهو بالحق. فما زوج الناس خرجوا، هما البقية. فوالا. عسلامة. 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 كنت تقول لي شنو رايك في الفيلم اللي كنت تتفرج عليه؟ بس الفيلم ده يعتبر منشور ثوري، في معلومات كتير قوية عن الثورة في السنغال، لكن الحقيقة هو معمول بأسلوب فني على مستوى عالي، خصوصا ان هو قادر يمزج ما بين فن الراب المحرض على الثورة بشكل أو بآخر، والأحداث السياسية على مدار 3 سنين مهمين جدا في عمر دولة زي السنغال، دولة أفريقية فيها تحولات ثورية وسياسية واجتماعية ضخمة جدا، وإزاي الفن بشكل أو بآخر بيساهم في ده، ودي يمكن أهم نقطة في الفيلم. عسلامة. عسلامة. كنت أعطيني رأيك في الفيلم؟ والله يعجبني، باهي مخدوم، معناها انجاجي، يحكي على الانجاجمون تاع الفنانين في السياسه. حلو حلو. وين عايشة؟ مرسي. عسلامه مدام. عسلامه. كنت تعطيني رايك في الفيلم؟ تحفه. دوكيومونتير. هو طلع مش فيلم، دوكيومونتير. مش اي سي ان فيلم دوكيومونتير. وي تحفون برشا. مي الفازه اللي في البروغرام مش كاتبين دوكيومونتير، دونك دخلت على اساس انه لون متراج فيلم مش مكتوب دوكيومونتير. عسلامة. 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 مساء الخير. كنت تقول لي شنو؟ سهرة افريقية. كنت تقول لي شنو رايك في الفيلم؟ فيلم موسيقي نجم نقولوا، ولكن سيس برشا، لان الموسيقى فيها انواع، فما اللي ظروف تحكم في بلاد كما صار في الجزائر، كما صار في عدة أماكن، تطلع أغنية ملتزمة وتحاول باش تبلغ صوتها، وخاصة معناها المطالب نتاعها. الشعب راهو ما قراش، ما يمشيش يقرأ، كيش تحب تخاطبه بالمكتوب تخاطبه بلغته، بلغته وبالغناء. الغناء معناها ظهر حتى في أمريكا اللاتين، انه معناها يوصل برشا حاجه، يوصل وقلب ديكتاتوريات، لانه يمس العباد. تفكر عازف جيتار، معناها لي زوفيسي نتاع الديكتاتور قصوا له سواب وقالوا اي مانتون شانت، تلمهم معناها قوه العزف نتاعو الجيتار وغناء، معناها ما نجموش كان ما معناها عملوا فيه قصوا له سواب. دونك انا نمن انه الموسيقى تنجم بلا بون. المشكل في الفيلم هذا هو انه ما ريناش الريف، ما ريناش الفلاحه، ما ريناش الناس الغلابه. اهلا بيك بهرام. عسلامة. تفرج، كنت تفرج على الفيلم سنغالي. كنت تعطيني رايك؟ لا، فيلم مهم برشا، فيلم مهم برشا، ملتزم بقضايا قضايا الفن اكثر منه قضايا الشعوب والقضايا السياسيه. عجبني الباركور نتاع الرابور هذاك، وكيفاش يتربط مع ال ريفولوشن، يتربط مع مطالب الجماهير. مخدوم الفيلم، مخدوم. بون، فما اشكال صغير انه ما نتصورش كان في مهرجان كارتاج في تونس نجموا نعدوا افلام سوتيت نتاعهم باللونجلي، خاطر بون توت فاسون انا ما نفهمش الجمهور ماهوش انجلوفون. فوالا، وهما يحكيو بالولوف، دونك الولوف انجلي اسهل يولي الانجلي اسهل، مي بون يتفهم، يعني الفيلم يتفهم. وعجبني الفيلم كوم دوكيومونتير، سي ان بون. يا الاولاد عجبكم الفيلم؟ عجبنا. فهمتوه؟ ما فهمتوهش برشا؟ فيه موسيقى ولا؟ فيه. شكون عجبته الموسيقى؟ انا. انا بيقولوا كل وي وي.
عسلامة، هاني رجعت لكم بعد لا كنت نتفرج في لي كور ميتراج اللي عملتهم الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت باش ناخذوا آراء العباد في لي فيلم اللي كانوا يتفرجوا فيهم. عسلامة تفرجوا عسلامة. كنت تتفرج في لي كور ميتراج لداخل؟ انا ما كنتش نتفرج معناتها احقاقا الحق ما نعرف. باهي مادام تعرفهم خلنا نسالك. داكور شنو احوالهم لي فيلم؟ الى حد الان هما لاباس. معناتها لا كاليتي تحسها قريبه من الاحتراف. الهوات نتاعنا شنو احوالهم؟ والمبادره هذيا اللي عملتها الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات. مع الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات وبالذات في افلامها ما تنجمش تحكي على لا كاليتي في التقنيه، تحكي على لكاليتي متاع الموضوع، عمق الموضوع يمس الـ يعني يمس الشريحة الكبيرة متاع التوينسة وحتى غير التوينسة وإلا لا، يعني كان باش تناقشوا تناقشوا على الفكرة. مانيش ندافع على الجامعة على خاطر أنا بنتها وإلا منها، أما إجمالا مواضيع ديما مختلفة ويمكن تنظر للسينما المحترف. مجهود شباب يتشكر، شباب قاعد يخدم، قاعد يقدم، قاعد يبدع. ممكن تكون هذه رسالة الناس تاخذ في الدعم، تقدم في نيمبورت كوا باسم اللي عنده اسم ولا خدم وقعد غاديك. الشباب هذايا نتاع الاف تي سي شباب مبدع وقاعد يخدم، يلزم وزارة الثقافة تشجع ويلزم الجمهور يشجع. علاش؟ فهمت برشا اللي جيت. ما فهمت حتى شيء وما عجبني حتى شيء. بون مش ما فهمتش، ما حاجة ما كنتش توقع حاجة. فما باهين فما خايبين. باهي احكي لي على الباهين واحكي لي على الخايبين، شنو الباهي وشنو الخايب؟ فما واحدين تحس فما كيما توا نتاع في القمار، توا مزيان كبروبليم موجود في تونس، اما ما عرفوش يتربريتيو، معناتها المخرج طول برشا وما عرفش ياخذ المشكله كيما هي كوا. فما واحدين باهين، فما واحد يحكي على الحاكم تاع قرخنا باهي على الاخر، خذا البروبليم كيف ما هو، خلى العباد تحكي، وفما باهين فما خايبين كوا. عسلامه يا اخي تفسروا لي شنو فما في الساله الداخل اللي يخرج ما عادش يتكلم، نقولوا عسلامه من با يجاوب. بون يظهر لي قايد باش نشوفوا نجا اش عملت. انا كملت كما قلت لكم، انا باش نحكي لكم على الفيلم السوري نتاع علي شيخ خضر، الفيلم اللي باش يتعدى الساعه نتاع الليل في الكوليزي، وتعبت برشا برشا هذاك علي جي بريفيري نقعد باش نحكي لكم في راحتي. الفيلم هذا سيدك بن سيدك يحكي، هو فيلم وثائقي اول حاجه، يحكي على عائله المخرج، عائله المخرج وخصوصا ولد خالته اللي هو عنده مزرعه نتاع ابقار. بعد عامين يرجع المخرج للبلاد وقت الحرب، وباش نشوفوا معاناه حسن هذايا اللي يملك المزرعه نتاع الابقار. نخليكم توا ترتاحوا شويه. كما شفتوا كنت نعم في تحصيله في الكوليزيوم، بعد خرجوني بالسيف المفيد توا باش يدخلوا الفيلم مزرعه الابقار. الفيلم هذا فيلم سوري كما كنت نحكي لكم. شو نحاولوا نسال المتفرجين عندهم شي فكره على الفيلم، عندهم شي فكره على الحكايه، يعرفوا اللي هو شريط فيلم وثائقي بلوتو الا لا. يلا تابعوني. عسلامه اخويا. عسلامه. الدور لي هكا باش نصوروك بالكدا. قل لي عندك فكره على الفيلم اللي باش تتفرج عليه توا؟ اي نورمالمون فيلم سوري شكون قال الاسم ما طلعش عليه. مزرعه الابقار. مزرعه سي سي. حبينا نشوفه معناها على ضوء معناها الحرب في سوريا وكل كي، معناها كيفاش باش تكون معناها المزرعه، معناها اسكو اسم بركه ولا اسم يدل معناها عنده دلاله رمزيه على على وضع سوريا وكل كي. وحبينا نشوفوا الريف تاع سوريا معناها. هو الريف نتاع سوريا حلو برشا. اي اسكو معناها مازال حلو برشا ولا وصل؟ واكيد وصلت وكل كي. ومعناها الاهم من هذا حبينا نشوفوا اسكو حب معناها الفيلم يرمز الحكايه من وراء الاسم والا جوست تسميه وبرشا. قبل ان نبدا نحكي معاك ما احلى شعرك. عايشك انت احلى. بي قول لي عندك شي فكره على الفيلم باش تفرج عليه؟ عندي حتى فكرة. جست دخلت باش تفرج؟ دخلت باش ناخذ فكرة. بلا هذايا الفيلم اللي خلط عليه ولا تفرجت في أفلام أخرى؟ سي تفرجت شي بون. أنا جيت تاع لو سكري دو أمي مني، ومسكين المخرج وقتها صارت له مشكلة في الفيلم نتاعو ما نجمش يتعدى، سخفني على الآخر، وحضرنا وقتها فيلم عوضوه بوحدة الرئيس الحكومة نتاع كندا هكايا، و كان ياسر حلو برشا الفيلم. ما تفرجش في برشا افلام؟ ما تفرجش في برشا افلام بلا ما نجمت. ما يصيرش مالا خليك تخرج باش تفرج في الفيلمات. بلا ميرسي.
بون مسيسي نسالوا في المتفرجين تو باش نسالوا بالناس اللي لهينا بالسيكوريتي وعلى لو بون ديرولمون نتاع المهرجان لو ليت شنحوالكم الحمد لله لاباس قول لي ما دخلت تفرجت في حتى فيلم والله ما تفرجنا في حتى فيلم شميتة ذي تتسمى شميتة بالطبيعه ما شنو لازم نحكيوا مع عارفكم ان شاء الله انت احنا اقنعوا انت وينه هو تاكل فوق عارفنا ده مشيت له توت سويت والله برك وانت زاده كيف كيف حتى فيلم شايف ما تنجموش تفصعوا ما نجموش خدمه قبل ابي تحبش هنا نشد بلاصتك نلبس البلوزه هذه الكوستيم هذه حبيت مسير شنو ما تخافش راني ما نخلي حدا عاد يدخل باهي نتني بيك اوكي دكتور علي قل لي الفيلم اللي باش تدخل تفرج فيه شنو الفكره اللي عندك علي حتى فكره بخلاف لفات اللي هو من سوريا واللي دائما وابدا في تاريخ السينما وفي تاريخ الأدب وكل شيء ديما البلدان اللي بداوا في وضعية صعبة ديما تخرج منهم حاجات كبيرة برشا ونعرف وإحنا مثلا سولياني تسين أحسن الكتب اللي كتبهم وكتبهم في وقت صعيب برشا اللي كان في السجن وكل شيء والأفلام هذه الأفلام العراقية والأفلام السورية دائما وأبدا ولا فلسطينية زادة كذلك معناها عندها نكهة أخرى اللي هي نكهة النضال باش نسألك سؤال أخير شنية تكهناتك في الدورة هذية غدوة بقدرة ربي الكلوتور غدوة الغميز دي بخي كان تعطينا تكهناتك الأفلام نعطيك فكرة خاطر فرجت تقريبا في 13-14 فيلم أحسن فيلم عندي أنا هو حرام الجسد لخالد حجار هذاك أحسن فيلم تفرجت فيه لأنه ذكرني في هيتشكوك وذكرني في لامون دو ليدي شاتغلي في على الاقل في النصف الاول نتاعو ثم اثناء الفيلم يعني السسبانس كان كبير برشا حتى ما عرفناش بالكل كيفاش بشوف الفيلم ساعتين نتاع بليزير سينيماتوغرافي كبير برشا بالنسبه لي انا هو امباتابل عسيمة تحسونا عنا طفولة متأخرة شوية معنا نانو دونك هذيك علاش قاعدين نلعبوا دونك كيما شفتوا اليوم ما فماش إقبال كبير على الأفلام يمكن على خاطر اليوم نهار الأخر في أيام قطر السينمائية الناس تحضر في الروب وفي المكياج أكثر من كل شيء اليوم نهار الأخر في البروجيكسيون دي فيلم نجلة مش في أيام قطر السينمائية خاطر غدوة نهار الأخر في الدورة 27 من أيام قطر السينمائية فوالا انا ما تعبتش برشا اليوم على خاطر جوست شفت لكم الافلام باغ كونتخ موني تكارتات مشيت للحبس مشيت زاد قسم مؤتمرات هكا ولا موني وي ما ميسالش تعبي تخلف على خاطر ريت برشا فرحه في السجن بمنوبه ريت برشا فرحه في بالي دي كونغري بعد معناتها توزيع الجوائز نتقابلوا سينا غدوه في نفس القناه على نفس الموعد الوطنيه الاولى يلا سينا غدوه في حفل الاختتام سينا عندنا مخرجه صغيره باش تقول لكم باي باي قول لهم صباح الخير قولك صباح الخير صباح الخير يلا ادما